ايه يا سيد قرصانو، رايح فين؟ وانت مالك؟ انت ايه دخلك؟ مروح مطرح مروح. طيب، انا كنت عاوز اساعدك. مش عايز منك مساعدة. يعني مش هتقولي انت رايح فين؟ لا. طيب لما تيجي مرة اقولها ان انت رحت فين. مرة؟ ولا اني رحت الغابة. وعرفت انت رايح فين. هاجي معاك هاجي معاك هاجي معاك هاجي معاك. قلت لك مش هتيجي معايا. حاضر حاضر يا سيد قرصان. ايده تقيله قوي. لحوحو انا هنا، لو شفت مسكني. انا هنا يا حوحو. تعال امسكني. انا همسكك يا مان. لو شاطر امسكني. تردي انا جنبك على طول. انا جنبك. انتوا رادوا ايه مزيكتك يا ارنوبة؟ انا ماركو يا فالح مش ارنوبة. يوهو وقعت تاني. ده عشان مرة تقع يا حوحو. بس مش هقع المرة الجاية، وهمسكك انت يا سوس. لا كفاية كده النهاردة، احنا لعبنا كتير قوي، يلا بينا بقى عشان نروح. ايوه عشان انا عايزه اروح اكنس العش بتاعي. وانا هروح استحمى.
قوي بقى. سلام سلام. وانا اروح على شاي لحسن طول قوي. باي باي يا اصحابي. طيب وانا كمان هروح اغسل سناني. وسابونتي ويحصى سلامتك. رايحة فين؟ أنا انت ايه؟ انت طايه؟ انا رايحة اغسل سناني. يوه وانت كمان؟ انا مش عايزك تغسل سنانك. انا مش عايزكم نضاف، فاهمة؟ ايوه بس دول ممكن يسوسوا ويقعوا. ما هو ده اللي انا عايزه. عجبك ولا لا؟ بصراحة لا. ايه؟ طب تعالي بقى. انت كرسانو. مين؟ سوسو. عايز ايه دلوقتي يا سوسو؟ مالك بأرنومة ومانكو بتجري وراهم ليه؟ وانت بقى بتدافع عنهم؟ طبعا لازم ادافع عنهم عشان احنا اصحاب ونحب بعض. انا بقى ما بحبش كلمة الحب دي ابدا. يرضيك يا سوسو ان أرنوبة تروح تغسل سنانها، وكمان مانكو فندي يروح يستحمى. يرضيك كده برضك؟ يرضيك النازع والضايق؟ لا ما يرضيش. ايوه كده. انا لازم اروح واكلمهم، بس سيبهم انت دلوقتي وانا اروح اتفاهم معاهم. متشكر يا سوسو. هو انت كده رايحه فين؟ انا كنت رايحه اكنس العش بتاعي. ايه تكنسي؟ انا ما بحبش اللي بيكنس ابدا، ولا اللي بيستحمى، ولا اللي بيغسل سنانه. انا لازم اخلص عليكم كلكم، لازم. الحقوني الحقوني يا فيلو. الحقوني يا فيلو. ايه 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 ده؟ في ايه؟ في يا اولاد مالكم؟ ماله قرصانه؟ قرصانه بيجري ورانا وعايز ياكلنا وعايز ياكلكم؟ وعايز ياكلكم ليه؟ انتوا عملتم حاجه تضايقه؟ واحنا هنعمل ايه بس يا فيلو؟ كل اللي حصل انه عارف اني رايحه اغسل سناني. وانا رايحه استحمى. وانا كنت رايحه اجلس العش بتاعي. عشان كده. أصل يا أولاد بابا الملك طرده زمان من قصره عشان ما كانش نظيف، وعشان كده قرصانه مش عايز حد يبقى نظيف، وبالذات اللي بيحبهم بابا الملك، عشان ما يدخلوش القصر زيه. إيه ده؟ ملك يا حوحو. ملك يا حوحو. ملك في إيه يا حوحو؟ أصلاً أنا قابلت قرصانه، ولما عرف إني رايح أحلى شعري ضربني حتة علقة.
وهربت منه قبل ما ياكلني. لا، دي حاجة ما تسكتش عليها أبدا. إحنا لازم نروح لبابا ملك الملوك ونقول له على كل اللي حصل. أيوه نروح لبابا الملك. أيوه لازم نروح لبابا ملك الملوك. يلا بينا. خذي ماء السيد قرصان رئيس هذه الغابة هزيمة نقراء من السيد ملك الملوك في موقعة شجرة التين، وقد نقل السيد قرصان إلى المستشفى في حالة سيئة جدا. أي إيه اللي بتقراه ده؟ ده 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 قرمان أخبار الغابة. طب مش تختار اللي تقراه؟ بعدين دي أخبار قديمة. ما هو بس خلاص، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. إيه تاني؟ شكلك كده ما يطمنش. ايه انت اخدت علقه وانت جاي؟ اخلص، روح ناديه لمره وتعالوا، عشان هنروح في خناقه كبيره او في الغابه مع اولاد الملك. ايه انا بحب الخناقه، وهروح انادي مره وجاي اهو على طول. يا مره هنتخانق. ازيك يا تمسي؟ مالك كده قاعد متضايق وزعلان؟ في حد عمل لك حاجه؟ لا ابدا، اصل انا جعان ومش لاقي اكل. بس كده ولا تزعل روحك، تعالى معايا وانا اجيب لك اكل كتير. طب يلا بينا. انت بطيئه كده ليه؟ يلا بينا. يا مرة كنت فين يا مرة؟ قرصانو عايزك دلوقتي حالا. مين؟ قرصانو لا. ايه في ايه؟ ما تخافش يا تمسي، احنا رايحين ناخد منه اكل ونمشي على طول. الاكل؟ طيب ناخد الاكل ونمشي على طول. طبعا. فهمتوا يا جماعة اللي بابا الملك قال لكم عليه؟ أيوة فاهمين. طيب كل واحد يروح يجهز نفسه. يلا بينا. أنا ماشي معاكم. الحق يا فيلو. في إيه يا توتو؟ ملك يا توتو، في إيه؟ ملك مضغوط عليك ده ليه؟ في حاجة حصلت تاني يا توتو؟ مرة أخذت تمسي معاها، الظاهر بيجهزوا لنا خطة جديدة. خطة؟ وما تعرفيش ناويين على إيه يا توتو؟ لا معرفش. طيب خلاص، طب خلونا نعمل اللي قال لنا عليه بابا الملك، وبعدين نشوف مشكلة تمسي دي كمان. ماشي. يلا بينا. اتأخرت كده ليه؟ ايه ده؟ تمسي؟ ايه اللي جابك هنا؟ تمسي عايز ياكل يا سيد قرصانو، وانا قلت له ان انت هتديله ياكل. مش سامع حاجة. اوي دي حاجة بسيطة خالص، روحوا ادوله شوية فراخ ميتة. فراخ ميتة؟ أنا ما بحبش الفراخ الميتة. مش تدوقها الأول؟ لا، أنا ما بحبش الفراخ الميتة. وبعدين معاك بقى يا تمسي، دوقها
دقها ولو ما عجبتكش ما تاكلهاش. ما بحبهاش. تعالى معايا، تعالى تعالى جرب، انت هتخسر حاجة لما تجرب. يلا زي بعض. خلاص خلصنا. كويس كويس قوي. واحنا كمان خلصنا يا فيلو. خلصنا كل حاجة. برافو عليكم يا ولاد، دلوقتي بقى مش هيقدر قرصانه عليكم. يبقى يورينا شطارته قرصان افندي ده. فاهمين؟ فاهمين هتعملوا ايه؟ انا بحب الخناقات، نفسي اضرب واكسر وبهدل كل اولاد الملك. انا مش عارفه هما الاولاد دول عايزين ينضفوا ليه، هما ناقصين تعب ووجع قلب. معلش يا مره، الخناقه اللي احنا هنعملها معهم ديت هتنسيهم النظافه خالص. بابا ملك الملوك بيحبني وبصدره الحنون بيضمني. بابا ملك الملوك بيحبني وبصدره الحنون بيضمني. زيك يا فيلو. تمسي انت كنت فين يا تمسي؟ انا كنت في مشوار. طب بص احنا هنتكلم بعدين، انت شكلك كده تعبان. اجيب لك لقمه صغيره كده تاكل وبعدين نتكلم. اصلا اتفضل يا سيدي بالهنا والشفا. ايه ده اكل؟ ده اكل قرصان واحلى كتير. كنت عنده قرصانه واكلت عنده كمان، واكلت ايه بقى؟ اكلت فراخ ميته. فراخ ميته؟ بقى تسيب اكل بابا الملك الجميل النظيف وتروح للفراخ الميته؟ خلاص انا اتعودت عليها ومش قادر اغيرها. بعد اذنك يا فيلو انا رايح للفراخ الميته. يا خبر. يعني تمسي عجبها قوي الفراخ الميتة؟ أكيد طعمها. بس يا جماعة دي حاجة ما تضحكش، ده بابا الملك زعلان عشانه قوي. الحقوا يا جماعة، قرصانه وأعوانه جايين علينا بأسلحتهم عشان يتخانقوا معانا. يلا يا جماعة كل واحد يجهز الأسلحة اللي قال لكم عليها بابا الملك. يلا يلا أرنوبة، يلا بسرعة. انتوا رايحين على فين؟ تمسي انت بقيت واحد مننا يا تمسي، وعشان كده لازم تيجي تحارب معانا، ولما نكسب هنرميك في حتة مقلب فراخ ميتة. مش هتقدر تقوم منه ولو بعد 100 سنة. أنا تحت أمرك يا زعيم، هات الحربة دي وشوف هعمل لك فيهم إيه. لا أنا صافة بعد اليوم. Ha ha ha!
شعارنا كمان النظافة من الإيمان وهي شعارنا كمان واحنا بنحبها عشان بتخلينا حلوين حلوين نحب ننظف بيتنا وهدومنا وحاجتنا نحب ننظف بيتنا وهدومنا وحاجتنا نلف الشوارع عارفين لي يا ولاد النظافة من الإيمان وهي شعارنا كمان النظافة من الإيمان وهي شعارنا كمان واحنا بنحبها عشان بتخلينا حلوين حلوين نحب غسيل أسناننا بشطارة معجوننا نحب غسيل أسناننا طارت معجوننا والفرشة نستخدمها أصلها بتزغزغنا والفرشة نستخدمها أصلها بتزغزغنا عارفين لي يا ولاد عارفين لي يا ولاد النظافة من الإيمان وهي شعارنا كمان النظافة من الإيمان وهي شعارنا كمان واحنا بنحبها عشان بتخلينا حلوين يعني ايه؟ يعني يقدر يخلبني ابوهم الملك المرة دي كمان؟ معلش المرة الجاية لازم انتم لازم انتم